جلسة خاصة خضعت لها أمال تمثلت في الوخز بالإبر الصينية بعد أن عانت من ضغط وتوتر أثر على نفسيتها، فاختارت هذه التقنية للاسترخاء وتحسين حالتها النفسية. عندي القلق، عندي مشاكل، هذه هي. جيت لهنا الحمد لله أنا مريحة، جيت مقلقة ودركا كي درت هذه الإبان الصينية هذه أنا مريحة الحمد لله. تعالجيت الحمد لله أنا مريحة. استرخيت الحمد لله. الحالة النفسية تحس روحها خفيفة، تحس روحها ارتاحت، تعاونها بزاف يكون عندها الضغط، تحس روحها ارتاحت من الضغط هذا، النفسية تاعها تكون ارتاحت. مثلا من جلب التجميل تحس بلي وجهها تشد، تلاحظ فرق في الحالة تاعها. إقبال متزايد على العلاج بالإبر الصينية من قبل النساء، خاصة وأن هذه التقنية تستعمل أيضا لأغراض تجميلية. كاين إقبال على الإبر الصينية من جانب العلاجي ومن جانب التجميلي. مثلا الجانب العلاجي تعالج عدة أمراض عن طريق الطاقة، طرد الطاقة السلبية. أما من جانب التجميلي تعتمد على التجميل البشرة عن طريق التجاعيد، إزالة التجاعيد وغيرها من وتصبغات البشرة والمحافظة على شباب البشرة. الوخز بالإبر الصينية هي أحد تقنيات الطب البديل التي دخلت الجزائر مؤخراً وأصبحت تستقطب زبائناً يبحثون عن الاسترخاء والراحة النفسية.